متشابه معنوي ما المراد بيد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى هذه بلا شك آيات متشابهات عيسى عليه السلام روح من الله وروح من كلمة كلمة الله وروح من متشابه وقد اشتبه على نصارى نجران فظنوا أنهم قطعوا برسول الله <applause> ظنوا أنهم قطعوا برسول الله وبسبب هذه المحاورة والمقاولة بينه صلوات ربي وتسليمات عليه وآله وبين نصارى نجران نزلت سورة آل عمران على الأقل أول ثلاثين آية منها نزلنا جملة واحدة للرد على هؤلاء وصدر الله السورة الجليلة بآية المحكم والمتشابه بآية المحكم والمتشابه لا حج لكم ولا مساغة للتشغيب والتشبيه والتلبيس بقول الله عن عيسى عليه السلام إنه إيه؟ كلمة من وإنه روح من لماذا؟ لأن المحكم قضى بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، انتهينا. هذا محكم. أما كلمة منه روح منه نحن حتى فينا من روح الله ونفخت فيه من روحي مثلا. هذا متشابه يرد إلى المحكم. فالمرجوع عند الاشتباه إلى المحكمات لا إلى المتشابهات وهذا بين وهذا بين والقرآن قعد هذه القاعدة وأسس هذا الأساس العالي المتين الباذخ. فسبحان من هذا كلامه وجل من هذا نظامه لا اله الا هو